الناس اللي جايبه لك الالافات ومئات الالافات. انا كان عندي 11000 موظف يا زحمه، كم؟ انا كان عندي 11000 موظف، 11000 مديرين ورؤساء مجلس اداره بنوك كانوا ماسكين الشركه عندي. ما كانش انا مش مستريح من بتوع مستريحين. انا كنت بعمل عندك انت، انا الاهرام واخده مني انا مع عشرات الملايين. الاهرام ما بتعملش، الاهرام ما بتعملش اعلانات للنصابين على فكره. على فكره يعني عايز اقول لك، انا اعرف، انا اعرف الاهرام طبعا، مقام ابراهيم نافع، نعم، وعادل عفيفي، نعم، وعلى فكره ما بتعملش اعلانات للنصابين، ربنا يرحمهم، والاخبار طبعا، نعم، طبعا بحبه وبحترمه، اهرام الاخبار اللي عمل ما بتعملش اعلانات للنصابين خالص، ما بيعملوش اعلانات لمستريحين. لو ما كانش عارف ان اشرف السعد فلوسه على ارض مصر وبتستثمر في ارض مصر ما يعملش اعلانات. وانت ما بتعملش اعلانات للنصابين، لا، وانت ابن الاهرام طبعا، وانا اللي شهرتني الاهرام والاخبار والجمهوريه، هم اللي شهروني اكتر من مليون اخوان. يوم التوقيع التحالف مع الرهان كان في الاهرام، كان في الاهرام، آه، والاخبار والجمهوريه كان كله حاضر، آه، كان كله حاضر، كان طبعا طاهر صلاح. خدت الخطوه دي ليه؟ ده قصه طويله قوي سريعا. لا، كان 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 كنت انا فاهم ان انا كان في، هو في ازمه اللي هي بتاعه الفلوس بتاعه البنك اللي هي الخساره بتاعه، آه، البورصه، اه، لقاء العمالقة. اتفضل. احنا خلصنا لا الاندماج؟ لا لسه، لا لسه، آه، قدامنا نص ساعه، آه، تاني لسه. فكان كنت انا فاهم الحقيقه ان انا داخل ازق يعني، في زقه يعني. فاتضح ان لا، العمليه اكبر من كده، فانفصلنا على طول. وبعدين عملت اللي هو احنا اصلا كنا شركاء، انا واحمد الريان بادئين مع بعض يعني، بادئين من ايام يعني. انا فاكر كان يقول لي، تعرف ادي اشرف، اقول له، يقول لي والله العظيم هنكسب، اتحداك لو ما بقاش كل واحد فينا بيكسب 5000 جنيه في الشهر. اقول له يا عم بالراحه شويه، انت حصل فعلك حاجه 5000 جنيه؟ اه والله العظيم. كان هو ساكن في الطلبيه كده، وانا خلي بالك كنت انا كنت بشتغل في معرض السيارات في شارع معروف، كنت باخد 40 جنيه. مره خدت 5 جنيه بقشيش، خفت اركب الاتوبيس لحسن يسرقوا مني، جيت من والله العظيم 5 جنيه. 5 جنيه دي كانت احلى 5 جنيه في حياتي. الفرحه دي اللي جابتها مليار ولا 100 مليار ولا تريليون، جابوا ال 5 جنيه دول. وطلعت على 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 جبت شاورما من ميدان الدق من عند رضوان، وبقيت لاففها في جورنال عشان ما حدش يشوفها لحسن اتحسد، ودخلت اه والله العظيم. ف يعني ولا فلك ولا في الاحلام. احنا اول، انت عارف اول واحد حقق معايا، كنا في قضيه سنه 80 انا واحمد الريان، فدخلنا للمستشار كان احمد عزت العشماوي الله يرحمه، الله يرحمه، اه، واول واحد برضو من الناس اللي حققوا معايا كان المستشار محمد شيرين فهمي. انت عارف المستشار محمد شيرين ما بيهزرش والله العظيم. فانا كون ان انت تطلع من اوضه المستشار محمد شيرين تطلع تروح بيتكم معناها انك راجل نظيف جدا. فهو الراجل قال لي ايه ده؟ كان انا عندي 24 سنه ايام، فقال لي ايه ده؟ كان ايامها مقدمين لنا ان احنا راس مالنا نص مليار دولار سنه 81 82. وكان عندكم النص ولا ما كانش؟ كان معانا، كان معانا، احنا كنا بنتاجر قبل ال آه.